نختتم النشرة بقراءة هذه المراسيم. مرسوم رقم 878 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي. المادة الأولى: تم تعيين السيد حسين تواتي أحمد رئيسا للسلطة التغليبية أولى سليمان بمركز نقوم محافظة شمال كانم إقليم كانم خلفا لوالده الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التغليبية أولى سليمان كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628 و629 الصادران في 15 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلى. أما الكاتب والعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في جمعنا في 5 يوليو 2017 التوقيع إدريس ديبيتنو. مرسوم رقم 879 باقتراح من قبل وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي. المادة الأولى: عين السيد إنغانغ دومباي ميكيلا رئيسا للسلطة التقليدية إنغونغ بمركز إنغونغ محافظة لاكوي إقليم اللوغون الغربي خلفا لوالده الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية إنغونغ كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا لمرسومين رقم 668 و669 الصادران في 15 من سبتمبر 2016. أما الكاتب والعوان يستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بمرسوم رقم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل مكلف حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في جمعنا في 5 يوليو 2017 التوقيع إدريس دي بي إتنو. مرسوم رقم 880 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي. المادة الأولى: عين السيد محمد دوبا إنغاردونغو رئيسا للسلطة التقليدية ببايلي مركز بايلي محافظة لوك شاري إقليم شاري باقرمي خلفا لوالده الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية ببايلي كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628 629 الصادران في 15 من سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان يستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل مكلف حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في نجمينا في 5 يوليو 2017 التوقيع إدريس دي بي إتنون. مرسوم رقم 881 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي. المادة الأولى: عين السيد مختار حسين مختار رئيسا للسلطة التقليدية مسمجة بمركز أم حجر محافظة البطحاء شرقي إقليم البطحاء خلفا لوالده الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية مسمجة كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628 و629 الصادران في 15 من سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان يستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة في المرسوم رقم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل مكلف حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في جمعنا في 5 يوليو 2017 التوقيع إدريس دي بي إتنو. مرسوم رقم 882 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي. المادة الأولى: عين السيد يوسف أحمد إبراهيم رئيسا للسلطة التغليدية كوبي جنوب بمركز إيريبا محافظة إيريبا إقليم وادي فيرا خلفا لوالده الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التغليدية كوبي جنوب كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا لمرسومين رقم 628 و629 الصادران في 15 من سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 من سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاص تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في جمعنا
في 5 يوليو 2017 التوقيع إدريس دبي إتنو بقراءة هذه المراسيم التي تتعلق بالسلطة التقليدية. ننهي معكم هذه النشرة، خدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.